عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ اللي انتوا شايفينها دي. دي فراخ مشوية بالبطاطس زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو، عاملة ازاي، مستوية وجميلة جدا. نشوف المقادير مع بعض. انا هنا معايا بصلاية كبيرة مقطعة قطع صغيرة، وطماطم، وبطاطس مكعبات، وطبعا معايا الفرخة، والتوابل ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، ربع معلقة قرفة، بهارات السبعة، ومعايا زيت وخل على ليمون. انا هحط هنا البصل والطماطم في الخلاط، بعد كده هضيف الخل على ليمون، وهضيف الزيت، وهضيف التوابل، وهضيف ربع معلقة ربع كوباية مية عشان اعرف اضرب المكونات كلها مع بعض. يبقى انا اقول لكم التوابل تاني: ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، سبع بهارات، والقرفة. زي ما انتوا شايفين كده خلصت، خلاص ريحتها جميلة جدا الخلطة دي. انا هضيف البطاطس زي ما انتوا شايفين، وهضيف عليها الفراخ، وهدي شرايح للفراخ بالمنظر ده. وهضيف عليها الخلطة، انا حطيت هنا ربع كوباية مية او اقل من ربع عشان انزل الخلطة كلها. انا معايا الكبد والقوانص هحطها برضو. انا هعطيها بالورق الفويل واحطها على البوتاجاز من فوق، تاخد لها غلوة على البوتاجاز من فوق، عشان انا لو حطيتها في الفرن من جوه هتنشف، مش هتبقى طرية كده. انا عايزاها طرية شوية وعايزة يبقى فيها صوص. هديها غلوة من فوق وبعد كده اوريها لكم وادخلها الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين اهي غليت، شايفين منظرها عامل ازاي. هدخلها الفرن بقى كده. انا حطيتها في طبق التقديم، طلعت بالمنظر ده، شايفين البطاطس والفراخ مشوية. على فكرة هي لونها جميل جدا،
عملت جنبها سلطة ورز. هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا الفراخ شكلها عامل ازاي. وده منظرها زي ما قلت لكم، قربت لكم الكاميرا اهي، شكلها جميل جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.